إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
وكفلها زكريا زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا أنى لك هذا أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه زكريا ربه زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فناديه الملائكة وهو قائم
يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة
الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 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 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء ما يشاء ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا 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 فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل والإنجيل ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم بآية من ربكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لآية لكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم